اليوم الرجل ذكي، الرجل ذكي اليوم، الرجل ذكي بالحق ذكي، خلق واحد لكن ما تطورش. اليوم كان يتطور نخدم معاه، ما عندي حتى مشكلة مع الشخص، الشخص ما عنديش مشكلة معاه في شخصه، لكن انا تعريف فكاهي. اليوم في نقول سامي نقول منفوخ، في عوز نقول مثلا درشنون نقول درشنون، عملت سكتشوات على الباجي، عملت سكتشوات على مثلا سمير الوافي، عملت سكتشوات على صادق، عملت سكتشوات على نوفل. ما يلزمش العباد تاخذها كاني عندي حاجه بيرسونيل معاه، اش ما بيناتنا بيرسونيل، نقعدوا مع بعضنا نسهروا نضربوا الدواء مع بعضنا، ما عندنا حتى حاجه بيرسونيل. مش اتهامات هذه، لا ما نحكي لك، معناها نحكي ما نقعد مع حد. انا انا ولد المهنه، الناس كل تعرفني، يشوفوني في بلاتون يخدم على روحي، يشوفوني في مسلسل نخدم على روحي، ولد المسرح، نحب المهنه تتطور، ما نحبش ترجع. تعرف عندك ليه؟ عندك مشاعر كمان. عندي مشاعر، هاي المشاعر، ما يحبش حتى حد يحكي على المشاعر والاحساس وحتى احنا مازلنا باش نحكيوا على في اختي العزيزه فيك دونك باش مع الشخص، ومن بعد كيما هو يعمل في التلامس نتاعو النص الليل يكمل بعد كيما هو يعمل في التلامس نتاعو، انا نعمل في الالاعيب نتاعي. انا عندي وسائل الاعلام نتاعي، وعندي انستغرام نتاعي، وعندي بلاتي، وعندي ركاكتي، وعندي هو كي خرج هكاك خبر بغير مسؤول نتاع واحد دراش صار له في الليل، هو يعرف بالضبط صار له ليلتها. فهمتي شو انت قلت حاجه ديجا في الفيديو عليك برشا، يعرف صار له بالضبط وليلتها، يخرج يقول له سريت كارون نفور ساو، ايا وينهم؟ ايا وريهم لي تراه